السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن، رجعت معكم فيديو جديد اللي حيكون عن الجزء الثاني من درس المخروط. طبعا حكينا بالفيديو السابق عن الجزء الأول من درس المخروط، حكينا فيه عن مفهوم المخروط القائم وشبكة المخروط الدائري القائم، حكينا كمان عن المساحة الجانبية للمخروط، واليوم رح نحكي عن المساحة الكلية وعن حجم المخروط وعلاقته بحجم الأسطوانة. بالبداية رح نعمل مراجعة الأشياء اللي أخذناها بالفيديو السابق. حكينا عن المخروط القائم، هو المجسم متولد من دوران مثلث قائم الزاوية دورة كاملة حول أحد ضلعي القائمة، وشفنا كيف إنه دوران المثلث رح يعطيني فعلا مخروط قائم، وسميناه مخروط قائم لأنه بتكون الارتفاع طبعا أو العمود النازل من الرأس على القاعدة بيكون بصنع زاوية قائمة أو بيكون قائم على القاعدة. كمان حكينا عن شبكة المخروط الدائري القائم، تتكون من قطاع دائري نصف قطر دائرته يساوي طول رسم المخروط، ودائرة نصف قطرها يساوي نصف قطر قاعدة المخروط، يعني بتكون من قطاع دائري كالتالي ودائرة اللي هي عبارة عن القاعدة. كمان ركزنا وحكينا إنه طول رسم المخروط هو نفسه نصف قطر القطاع الدائري، ومحيط قاعدة المخروط هي نفسها طول قوس القطاع الدائري. كمان حكينا عن المساحة الجانبية للمخروط وأخذنا قانونها اللي هو عبارة عن لام في نون قاف في باي، بحيث إنه لام هو طول الرسم ونون قاف هو نصف قطر قاعة المخروط. رح نستنتج مع بعضنا هلأ مع بعض المساحة الكلية للمخروط. المساحة الكلية للمخروط تامن هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة لأنه له قاعدة واحدة. فالمساحة الجانبية حكينا قانونها عبارة عن لام في نون قاف في باي، ومساحة القاعدة هي عبارة عن دائرة فحيكون نون قاف تربيع في باي. رح نعوض مكان مساحة القاعدة ومساحة الجانبية في قانون المساحة الكلية قوانينهم، بطلع معي المساحة الكلية للمخروط هي عبارة عن لام في نون قاف في باي زائد نون قاف تربيع في باي. هذا هو قانون المساحة الكلية للمخروط، رح نطبق عليها هلا في مثال. بحكي المثال مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته يساوي 4 سنتيمتر ومساحته الجانبية 100 سنتيمتر مربع، جد أو جدي مساحته الكلية. هنكتب القانون بالبداية اللي هو عبارة، حكينا المساحة الكلية للمخروط هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. المساحة الجانبية معطيني إياها جاهزة اللي هي 100، راح أحسب مساحة القاعدة. كيف نحسبها؟ كالتالي نون قاف تربيع في باي، نون قاف هي 4 سنتيمتر يعني 4 تربيع في 3.14%، 4 تربيع هي 16 في 3.14% بيطلع معي الجواب 50.24% سنتيمتر مربع. هي مساحة القاعدة للمخروط، فرح أجي أعوض مكان مساحة القاعدة 50.24% وبجمعها مع 100 بيطلع معي 150.24% سنتيمتر مربع. هذه هي المساحة الكلية للمخروط المطلوب عندي. احنا ناخذ كمان مثال اللي هو عبارة عن نشاط 6 موجود في الكتاب. بحكي لي أبين المساحة الكلية للمخروط دائري قائم طول نصف قطر قاعدته 7 سم وطول راسمه 20 سم تساوي 594 سم مربع. رح نثبت المساحة الكلية هو 594. عشان أثبت رح أوجد المساحة الكلية للمخروط ونشوف هل الجواب النهائي بيطلع فعلا 594 ولا لا. المساحة الكلية حكينا المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة، راح أحسب المساحة الجانبية. حكينا لام في نون قاف في باي، لام هي طول الرسم يعني اللي هي 20 معطيني إياها، في نون قاف معطيني إياها 7، في باي أنا بعرف قيمتها 22/7. طبعا بالتبسيط بين السعة في البسط وسعة في المقام بيطلع معي 20 في 22 اللي هي 440 سنتيمتر مربع. مساحة القاعدة راح أوجدها عن طريق القانون زي ما حكينا، نون قاف تربيع في باي يعني هي عبارة عن 7 في 7 في 22/7، بيطلع معي الجواب 154 سنتيمتر مربع. فالمساحة الكلية هي عبارة عن زي ما حكينا عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة يعني 440 زائد 154 مجموعهم حيعطيني 594 سنتيمتر مربع، فعلا أعطاني المجموع أو المساحة اللي معطيني إياها في السؤال. هيك أنا بكون بينت إن المساحة الكلية بتساوي 594 سنتيمتر مربع. رح نيجي نستنتج هلأ حجم المخروط أو قانون حجم المخروط. عشان نستنتج الثامن قانون حجم المخروط رح نربطه في قانون حجم الأسطوانة. كيف رح نربطه؟ كالتالي، رح أنا أجيب مخروط وأسطوانة بحيث إنه يكون المخروط والأسطوانة مشتركين في القاعدة والارتفاع. شو يعني مشتركين في القاعدة والارتفاع؟ يعني إلهم نفس القاعدة وإلهم نفس الارتفاع،
يعني راح أجيب المخروط هذا اللي يكون له قاعدته، يعني نصف قطر قاعدته نفس نصف قطر قاعدة الأسطوانة، وارتفاعه يكون كمان نفس طول ارتفاع الأسطوانة. اللي راح نعمله كالتالي، راح نملأ المخروط بالرمل ونصير نفرغ هذا الرمل المخروط في الأسطوانة لحد ما تتملى الأسطوانة عندي. راح نلاحظ إنه احتجنا لثلاث مخاريط حتى نملى هاي الأسطوانة، معناته أنا احتجت ل بأني احتجت لثلاث مخاريط، معناته حجم المخروط الواحد بيعطيني ثلث حجم الأسطوانة، أو يعني حجم الأسطوانة هو عبارة عن ثلاث من حجم المخروط. فزي ما حكينا، حجم المخروط هو ثلث حجم الأسطوانة، وحكينا سابقا في فيديو الأسطوانة أو درس الأسطوانة إنه حجم الأسطوانة هو عبارة عن منقاف تربيع في باي في عين، فحجم المخروط حيطلع ثلث في منقاف تربيع في باي في عين. هذا هو قانون حجم المخروط، رح نمشي ونعتمد عليه في حال الأسئلة. طبعا عشان أوضح لكم أكثر كيف أوجدنا حجم المخروط من حجم الأسطوانة، رح نشوف مع بعض فيديو بوضح كيف أوجدنا هاي القانون أو هاي القاعدة. وأنا عندي هون مخروط وأسطوانة نفس الارتفاع ونفس القاعدة، رح نعبي المخروط ونفرغه داخل الأسطوانة. هاي أول مخروط، هذا الثاني. طبعا هون بمليه بالرز، طبعا بستعمل الرز. طبعا احتاجنا لثلاث مخاريط زي ما انتم شايفين. رح نستعمل هلا المي حتى نوضح اكثر. كمان هاي جبنا مخروط واسطوانة لهم نفس القاعدة ونفس الارتفاع، رح نملي المخروط بالمي. هاي اول مخروط، هذا الثاني، وهذا الثالث. طبعا احتجنا لثلاث مخاريط زي ما انتم شايفين حتى نعبي الأسطوانة. فهذا هو زي ما حكينا قانون حجم المخروط. رح ناخذ مثال على حجم المخروط كيف نوجده. حبحكي لي انه علبة على شكل المخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته يساوي 6 سم وارتفاعه 7 سم، بدنا حجم هاي العلبة اللي هي على شكل المخروط. حكينا حجم المخروط قانونه ثلث في منقاف تربيع في باي في عين، يعني ثلث منقاف تربيع اللي هي 6 تربيع في 22/7 اللي هي قيمة باي في الارتفاع اللي هو 7. فلما أضرب أنا وأقسم بيطلع معي 264 سنتيمتر مكعب، هو عبارة عن حجم المخروط. زي ما حكينا الحجم دائما بيكون وحدة مكعبة، فحيكون عندي سنتيمتر مكعب. هيك طبعا احنا بنكون خلصنا درس المخروط. بتمنى منكم المتابعة عبر النور سبيس، رح تنزل ان شاء الله ورقة عمل عشان تحلوها تبعتولي اياها. وشكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم على خير بإذن الله.